شاهد ماذا حدث لهذا اللاعب. لقطات مضحكة وغريبة حدثت في ملاعب كرة القدم لن تصدقها. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم هناك الكثير من المواقف المميزة والرائعة، وهناك أيضا بعض المواقف الغريبة والتي لا يمكن نسيانها، ولذا في هذا الفيديو سنشاهد معا بعض اللحظات المضحكة والغريبة التي حدثت في ملاعب كرة القدم والتي لن تصدقها. لنبدأ. يمكنكم أن تتابعوا هنا توماس مولر وكيف يقوم بإمساك هذا الميكروفون ويتحدث ويشجع نفسه ويسجل هدفا أثناء التدريبات. إنه يضفي جوا من المرح كما ترون. أثناء هذا اللقاء الصحفي مع أرسن فينجر أمسك أحد الهواتف ويقول لصاحب الهاتف أن زوجتك تتصل بك. ركزوا هنا على تنهاج وكيف ابتعد عنه فان دي بيك ليغسل وجهه بالماء. فتابعوا تنهاج كيف ظن أن فان دي بيك ابتعد عنه وأخذ يبحث بهذا الشكل كما ترون. تمريرة في غاية الإبداع تصل إلى لينغارد، فتابعوا كيف خرجت الكرة من الملعب ودخل لينغارد إلى الشباك. وصلت الكرة من الركنية إلى لاعب نيوكاسل، فتابعوا كيف سدد الهواء بدلا من الكرة. لنتابع هنا لاعب نيوكاسل وكيف تقدم وراوغ لاعب تشيلسي وأسقطه أرضا بهذا الشكل ليضرب الأخير على الأرض تحسرا، ولكن في النهاية تابعوا كيف ضاعت الكرة بهذا الشكل. بعد أن سجل هذا اللاعب هدفا ذهب ليحتفل عند الجماهير، لكنه قفز من فوق سور الإعلانات وظن أن الأرض مستوية لكنها كانت أعمق فسقط أرضا كما تشاهدون. تقدم هنا لاعب مانشستر يونايتد وسجل هذا الهدف الرائع كما ترون ليحتفل معه أصدقاؤه بهذا الشكل. شاهدوا كيف قاموا بضربه عدة مرات. لنشاهد معا هنا كريستيانو رونالدو أثناء تدريبات المنتخب البرتغالي كيف يمازح كيبلر بيبي ويقوم بسكب المياه المثلجة على رأسه بينما يقوم الأخير بالتمارين. بعد فوز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي تابعوا رونالدو كيف أخذ هذا الميكروفون ويقلد أحد المذيعين ويسأل زميله بالفريق بعض الأسئلة حول شعوره بالفوز. لنتابع هذا الموقف الظريف من رونالدو. دخل هذا الحكم إلى الملعب ولكنه لم يتأكد من أجهزة الإرسال التي معه. يمكنكم أن تتابعوا بعد ذلك كيف قام بتغيير ملابسه ليدخل مجددا ويكمل هذه المباراة. هنا إيميليانو مارتينيز يقوم بتمرير الكرة إلى المدافع ليرجع المدافع الكرة إلى إيميليانو مارتينيز الذي ضغط عليه من قبل لاعبي أرسنال فقرر إخراج الكرة من الملعب. لنتابع معا لاعبي أرسنال ولنشاهد وجههم المرح في هذا البرنامج الطفولي. يمكنكم أن تتابعوا ماذا يفعلون. في هذه المباراة يمكنكم أن تتابعوا هذا اللاعب وكيف تحصل على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم البطاقة الحمراء ليخرج من الملعب بهذا الشكل باكيا ويصرخ ويبكي بهذه الطريقة. يمكنكم أن تتابعوا ردة فعله. في هذه المباراة التي جمعت روما وفريق ليفربول تابعوا كيف للاعب روما أن يقوم بهذا الشكل بإرجاع الكرة ليقوم مدافع ليفربول بإبعادها فترتطم بوجه جيمس ميلنر وترجع الكرة إلى الشباك. وصلت الكرة إلى حكيم زياش بعد أن ارتدت من الدفاع ليسجل هذا الهدف الجميل، ثم ذهب ليقفز من فوق سور الإعلانات ليحتفل مع الجماهير لكنه يسقط بهذا الشكل كما ترون أمامكم.
تقدم لاعب مانشستر يونايتد وسدد الكرة، لكن يمكنكم أن تركزوا على هذه المشكلة التي حدثت مع كريستيانو رونالدو ولاعب أستون فيلا. يمكنكم أن تتابعوا التجاذب والإمساك ببعضهم البعض بهذا الشكل كما ترون. وهنا تنهاج يبدو أنه يعترض على ما يفعله رونالدو. قام هنا لاعب المنتخب الإنجليزي بتعريض الكرة إلى زميله، فتابعوا الحارس كيف قفز لمحاولة إخراجها ليرتطم رأسه برأس هذا المدافع بضربة قوية جدا. وصلت الكرة إلى لاعب أرسنال فقام بتسديدها ليصدها حارس المرمى، فترتد الكرة إلى زميله فيضعها في الشباك. فتابعوا الأخير كيف ذهب ليحتفل بالزحلقة على العشب، لكنه كان خشنا ليسقط اللاعب أرضا بهذا الشكل المحرج. تسديدة قوية بهذا الشكل من لاعب مانشستر سيتي ترتطم بوجه هذا المدافع، فتابعوا الأخير كيف نزل على الأرض يتألم وكأنه ضرب بقدمه. خرجت الكرة فحاول هذا الشخص من الجماهير الإمساك بها، لكنه سقط فوق هذا الباب المفتوح ليقوم أصدقاؤه بإسقاطه بهذا الشكل، فتابعوا كمية الضحك على هذا المشجع المسكين. رجعت الكرة بهذا الشكل إلى حارس موناكو فحاول أن يقوم بتمريرها إلى أحد اللاعبين، فترتطم بهذا المدافع الذي كان أمام الكرة لتنعكس الكرة بنيران صديقة وتدخل هدفا في شباك موناكو. لنتابع هنا هذا اللاعب وكيف تقدم وسجل هذا الهدف الرائع على يسار حارس المرمى بعد هذه التسديدة المتقنة، ليذهب ويحتفل بهذا الشكل المضحك بجرية ثم يقفز في الهواء. يمكنكم أن تتابعوا احتفاله الغريب. كرة في غاية الإبداع وتمريرة مميزة تصل من لاعب مانشستر يونايتد إلى زميله الذي قفز في الهواء وسجل هذا الهدف الاستثنائي، فتابعوا أصدقاءه كيف يقومون بضربه بهذا الشكل. وريته لم يسجل هذا الهدف فقد تلقى 100 صفعة على الأقل. تابعوا في هذه المباراة كيف يرفع فيرجيل فان دايك يديه حتى يستلم الكرة من الركنية، فتابعوا اللاعب كيف يقوم بدغدغة فيرجيل فان دايك بهذا الشكل والآخر يشتم رائحة إبطه. في هذه المباراة الخيرية والتي أقامها بعض اليوتيوبرز حول العالم، تابعوا اليوتيوبر سبيد وكيف وصلت إليه الكرة ليقوم بوضعها في الشباك، لكن يبدو أن هدفه كان تسللا، فتابعوا كيف قلع التيشيرت الخاص به وذهب ليضرب حكم المباراة لأنه لم يحتسب له الهدف. كرة في غاية الإبداع من لاعب برليني إلى زميله ليقوم الأخير بوضع الكرة في الشباك برأسية مميزة، وبعد ذلك يقوم بدفع الحارس ويسقطه أرضا بهذه الطريقة. ركزوا هنا على لاعب أرسنال وكيف يتقدم بالكرة، واللاعب هنا أمسكه من التيشيرت الخاص به وقام بتمزيقه بهذا الشكل. يمكنكم أن تتابعوا ردة فعله وهو يخبر الحكم أن التيشيرت الخاص به قد تمزق. ركزوا في هذه المباراة كيف لهذين اللاعبين أن ارتطمت وجوههم ببعضها البعض، وهنا أتى هذا المسعف ليرى هذا اللاعب لكنه انزلق وبحذائه قام بضرب اللاعب دون قصد على رأسه بهذا الشكل. لنتابع هذه اللحظة الجميلة في حياة هذا اللاعب وكيف أتى ليقوم بطلب يد حبيبته للزواج في هذا الملعب كما ترون، لكن حارس الأمن هذا قام بإبعاد هذه الفتاة وظنها أحد المشجعين، فتابعوا ردة فعل اللاعب وكيف قام بدفع حارس الأمن هذا لأنه دفع حبيبة اللاعب. يبدو أن هذه الكرة كانت زلقة جدا وعليها الكثير من المياه، فتابعوا هذا المشجع المخلص وكيف أعطى التيشيرت الخاص به لهذا اللاعب ليمسح الكرة ويلعب كرة التماس بشكل جيد. تابعوا هنا لاعب مانشستر يونايتد لوكاكو وكيف قام بدفع أزبيليكويتا بهذا الشكل القوي ليرتطم الأخير بهذا المصور المسكين ليسقطه مع عدسة الكاميرا أرضا بهذا الشكل.
هنا جاك غليريش عند دخوله الملعب قام بصب قليل من المياه في ظهر برناردو سيلفا. لنتابع هنا هاري ماغواير في هذه الركنية كيف أسقط لاعب المنتخب الإيراني أرضا، ويمكنكم أن تركزوا كيف قام بقلب جميع اللاعبين وهنا يطالب بركلة جزاء. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.